عمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل كان مشغول بحاله عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدودة حبالة وكانوا في منافعهم سوية إذا نادوا بعضهم ما تعيا ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالة وكان الشخص يسمع قول عمه إذا نادى حالا راح يمه يلبي لو طلب روحه ودمه وهذا سلم رواد الشكالة عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطه وكان الوصل ممدودة حبالة نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة وزاروا بعضهم في نصف ساعة ولو ما يشربون إلا بيالة وكان الغيث ينزل كل ليلة نرى المطلع علينا سلسلة وصارت الأرض بالخضرة جميلة وشكل العشب من شفه سعالة عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدودة حبالة وهذه كانت أحوال القدامى إذا استسقوا هطل وبل الغمامة عليهم يا عرب مني سلامة عدد من يذكر الله بابتهالة وفي هذا الزمن قل التراحم بعد ذاك التواصي والتلاحم على العصيان يا كثرة التزاحم إذا قفاشر جا شر بدالة عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدودة حبالة كثير الناس يهون التقاطع بعد ما كان نجم الوصل ساطع برز سيف الحسد مسلول قاطع كثير من هجر عمه وخاله ويا كم واحد يحسد قريبه علشانه تغانى يا مصيبه ما وده اخوه يتهنى نصيبه تشوفه ينتظر ساعة زواله عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدودة حبالة وحنا في زمان وضعه قشر تغلب في طباعه داعي الشر قليل ما تجد لك كلمة بشر فقدها الرجل حتى في عياله نصلي في السنة 20 مرة للاستسقاء ولا هل أي قطرة بلانا من معاصي مست